السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلا، وهذا مجلس جديد من مجالس جمعة الموطأ تحفيظا وشرحا موجزا. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند كتاب الطهارة، وفي نسخة نعم، العظامي ما عملش كتابه وجعلها كلها تحت كتاب وقوت وقوص. الصلاة. نعم، كتاب الطهارة في نسخة أخرى قال: باب العمل في الوضوء. باب العمل في الوضوء. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. تفضل. كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه عندك ثلاثا، تمضمض ولا مضمض؟ ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. تمام، فتح الله عندك. قال ثم مضمض ولا تمضمض؟ ثم تمضمض. اصلا عندي مضمض. نعم، لا بأس. طبعا يستفاد من الحديث هيئة من هيئات الوضوء، الانسان يغسل ايه، يغسل يديه مرتين مرتين مع الاستنثار ثلاثا، والوجه ثلاثا، واليدين الى المرفقين ثلاثا، تمام، ومسح الرأس دائما مرة واحدة ليس ثلاثا. نعم، تمام، هذا الحد. بعدين غسل رجليه، ما قالش كم مرة، يعني برضه نعم، قال غسل رجليه. فهي مسألة التنويع لا إشكال فيها، ممكن في بعض الأعضاء مرة، بعض الأعضاء مرتين، بعض الأعضاء ثلاثة، بس هو الرأس دائما مرة واحدة لا يزيد على ذلك، انت بالك. وأيضا ممكن كله مرة واحدة، وبعدين ممكن كله مرتين، وممكن كله 3 مرات. نعم، تفضل يا أخي. لديك سؤال؟ أنا الحديث هذا، الحديث في هذا يعني فقه كثير، سبحان الله. يعني سبحان يعني اللهم صل، في هذا الحديث مثلا لم يذكر الأذنين،
نعم ربما ربما يعني لأن بعض العلماء من يحسبهما مع الرأس نعم جزءا من الرأس، هو فربما يعني الجمهور على ان نعم الاذنين ليس من الرأس. الجمهور على ان نعم الاذنين ليس من الرأس. أبو حنيفة يحسبهما يدخلهما في الرأس. نعم، ولذلك في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. هذا حديث ايضا استدل نعم به وذكره الشيخ الالباني واشار الى صحته، وانه يعني ينبغي الانسان ايضا يدخل شيئا من الماء في اذنيه هكذا. نعم. قال مالك نعم عن ابي و الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. قال مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. تفضل اخ ابو اسامه معنا اذا وحدد احب ان يقرا. واحد طيب حد اتفضل. أقرأ. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. طبعا في فرق بين الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق نعم ادخال الماء في الايه، في الانف. بريح الاستنثار، الاستنثار اخراج الماء. هذا هو. نعم استجمر يعني استعمال الحجارة الصغيرة لإزالة الإيه؟ نعم إزالة الخبث. أيضا نعم الاستجمار يكون بالأحجار أو ما قام مقامها، من كاغيت اللي هو نعم المناديل، وهذه من العامية الفصيحة أيضا. أو هي الكاغيت، أو لي الكاغيت هي أصلها الكاغد نعم بالدال، فهو نعم النحو يقول كاغيت ويقلبونها تاء مع المد، كاغيت اللي هي المناديل. ثلاثة أحجار أو حجر مثلث فما فوق، يعني أقل شيء في عدد الأحجار التي يستجمر بها أو ما قام مقامها ثلاثة، بخلاف الماء نعم يكفي مرة واحدة. وهنا نعم الاستجمار يقصد به كما رأينا الأحجار وكذا، والبعض قال الاستجمار هو البخور، الإنسان يستعمل البخور، ولكن هذا خروج عن السياق. بعض العلماء قالوا هذا، ولكن هذا في الحقيقة خروج عن سياق الحديث. نعم. ويسمى الاستطابة كذلك. الاستطابة بقى الإمام ابن قدامة في المغني قال إن الاستطابة تطلق على الاستجمار وعلى الاستنجاء، نعم تطلق على الاستجمار بالأحجار وعلى الإيه الاستنجاء بالماء، يعني نعم تشملهما. وإن كان في غالب السياقات يعني ممكن بعض السياق كده بيقصد استطابة بالماء، الماء طيب. فهذا هو نعم طيب وكذلك مولانا فقط نقطة واحدة باش اتفضل. ما نكثرش، من استجمر فليوتر، أن الإمام مالك لا يوقت، فلا يوقت في هذا، ويقول بأن كل يعني فإذا يعني الإنسان مطالب بتنقية المكان حتى ولو يعني تجاوز يعني الثلاثة، حتى ولو بأربعة لا يوقت. نعم. صحيح الاستحباب الوتر. الوتر، نعم، لأن هو أهم شيء إن نعم يعني إيه يزيل الخبث. نعم، بارك الله فيك. أيوة لأن هناك مقصد. تماما تماما. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. في تتم أيضا للحديث في نفس العدد، في نفس الرقم، قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. نعم تفضل.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. طبعا بارك الله فيك. قال مالك انه بلغه ان عبد الرحمن ابن ابي بكر دخل على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشه: يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للاعقاب من النار. قال مالك انه بلغه ان عبد الرحمن ابن ابي بكر دخل على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. تفضل. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. تمام، الله يفتح عليك. آمين. طبعا العقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، يعني نعم. القدم انا افترض القدم هكذا، تمام، ما هو مثلا هذا مشط القدم، هذا مؤخر نعم. القدم. في اخر في ايه في ده اسفل الايه الكعب من الجهة الواضح، نعم. هذا هو وهذا دليل مولانا على وجوب غسل القدمين. طبعا طبعا، هذا جمهور لأن لا أهل السنة والجماعة. لا نعم نعم لأن لو لم يكن غسل الرجلين واجبا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، لما لأن كان هذا فيه من الوعيد. يعني نعم سبحان صح، الله نعم وعيد، نعم تماما، لأنه أوعد أولئك الذين. فهنا حقيقة يعني بعض الناس يعني وسبحان الله انتشرت هذه الظاهرة الآن، لا يغسلون أرجلهم يعني لا، ويضعون رجل يعني أيديهم مبللة على أمشاط أرجلهم، ثم يذهبون للصلاة مباشرة، الله أكبر، ولا يسمعون الكلام، حتى ولو تأتيهم بالحديث يقول لك: لا أنا قال فلان، قال الشيخ فلان. الله أكبر. يعني للأسف سبحان الله، يعني هذا جهل شديد، نسأل الله نعم الهداية ولا والتوفيق. معذرة، أنا هناخد بس هذا الحديث يبقى خمسة، نعم وبعدين أذهب في هذا الموضوع وأرجع إن شاء الله، أرجو الله أن ييسر الأمور وأرجع مبكرا بحيث نكمل إن شاء الله. نعم. قال إن شاء مالك الله. عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، فقال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. قال مالك مولانا أنه عندك بلغه، يتوضأ بالماء وضوءا. ما احنا قلناها اللي هي فين؟ لا أنا ما عنديش هذه الكلمة، يتوضأ مباشرة، يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. هنجيبها أنت، حاضر. قال مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى لا الله عليه وسلم لا يوم الحديث مات. الأخير مولانا أيوة، ما هو احنا 36. بنعيده، ما احنا بنعيده، ما أنا بقرأه مرتين.
هنوصل ليها الآن، هنوصل ليها الآن. يوم مات إن سعد شاء بن الله. أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عشت يا عبد الرحمن أسبغ له. دي احنا قلنا نعم، هذه سرت. قال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره، كناية عن موضع الاستنجاء، يعني عندك بعض الماء كده ايه يرش شيئا من الماء في موضع الإزار. لماذا؟ قال العلماء ليقطع الوسواس، عشان الشيطان بيأتي ويقول له أنت الآن أحدثت في بول أو شيء من ذلك، فإذا جاءه الشيطان وهو قد طرح شيئا من الماء، يعني إيه رش شيئا من الماء في داخلة الإزار، فإذا جاءه الوسواس أو الشيطان وقال له أنت الآن لديك في بلل بسبب أنك في بول أو كذا، يقول له لا، هذا البلل هو الذي أنا فعلته، يبقى يغلق باب الإيه؟ فهمت؟ يغلق باب الوسواس، هذا الهدف منه. لما تحت شكرا. إزاري. قال يحيى سئل مالك وحدث عن الرجل ان توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه، فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل نسي ان يمضمض او يستنثر حتى صلى، فقال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه ليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. عندك ما ولا لما؟ لما؟ وبعدين ايضا وليمضمض وليستنثر ولا او ليستنثر؟ وليمضمض ويستنثر. لان عندي او. تمام، بارك الله فيكم، معذرة انا مضطر الان للخروج، إن شاء الله. وان شاء الله اتمم هذا الامر وارجع، انا ساوقف التسجيل وان شاء الله اجتهد ان ارجع مبكرا، اتمم هذا الامر وارجع ان شاء الله. بارك الله فيكم، جزاك ان الله شاء خير. الله انت باذن الله. برضه شكرا، ممكن بارك الله. تحضر، تستفيد من الوقت، تحضر الايه، ممكن اترك لك التسجيل وتدخل في الاحاديث التالية، خدت بالك، او تراجع هذه نعم، الاحاديث، استفيد من الوقت يعني حتى ارجع ان شاء الله. تمام، ان شاء الله بارك ان الله شاء فيكم. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اوقف التسجيل ان شاء الله. وعليكم السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ السلام محجوب، كيف عليكم حالك؟ ورحمة الله وبركاته. حدثني عن أعتذر منك، إن تأخرت قليلا لإتمام بعض الطريق. طيب إذا نكمل إن شاء الله. تسمعني جيدا؟ هل تسمعني أسمعك جيدا؟ جيد مولانا.
تمام، صوتي واضح؟ أسمعك الآن الحمد جيدا. لله. طيب، إذا معذرة الصوت واضح، أتممت تفضل. بعض الأمور والحمد لله. العفو. كذلك العفو. الجمعة أيضا يجدر بالذكر الحمد أن لله، أمورك أخبرك أن الجمعة أيضا سيكون نفس الموقف. يعني الجمعة نحاول أفضل، في عندما يكون ظروف نحاول أن نحضر مبكرين، يعني يكون الموعد بدلا من أن يكون الثامنة يعني. يكون الثامنة إلا ربع، الثامنة إلا نعم الثلث، يعني بعد صلاة الفجر عندنا مباشرة، حتى نعم أتمكن من إيه كده. من إدراك هذا الأمر، لأني بوصل الأولاد في المدرسة، فلا بد إن أنا يعني أجهزهم أو أذهب بهم وكذا. إن شاء الله، بارك الله فيك. وهذا يوافقني كذلك، لأن الجمعة أنا بعد الثامنة ونصف، يعني إحنا عن الجمعة ما آخذ نسينا، من ما فيش، المنزل. لا أنا نسيت الجمعة، ما فيش أصلا، ما إحنا عندنا المجالس 4 أيام، نعم اثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس. أنا وحاضر. نسيت، لا الجمعة لا نعم يوجد، الجمعة لا يوجد، هو بقى فقط كان هذا اليوم استثناء، لو في أي ظروف أو شيء سأخبرك قبله، إنما الطبيعي عندنا الثامنة كما نحن إن شاء الله، إن شاء اثنين الله ثلاثاء بإذن، أربعاء خميس كما نحن إن شاء الله. إن شاء الله بإذن، نعم، بارك الله فيك. طيب، نعم إن شاء الله. أنت مشيت شوية في الأحاديث؟ أنا حفظت، أنا كنت أحفظ. طيب الحمد لله، يعني نكمل ما وقفنا عنده. نعم تمام؟ طيب، احنا نعم إن شاء الله. وقفنا نعم عند قول الإمام رحمه الله، قال يحيى قال وسئل مالك عن الرجل نسي أن يمضمض، دي قرأناها. يبقى ندخل على 36، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. نعمل لك برضه مشاركة لهذا. تمام. قال مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. تفضل. باب الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طبعا المقصود بالوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، الماء. نعم، نعم والوضوء هو الفعل كما هو معلوم، أيضا الفرق بين السحور والسحور والوقود نعم والوقود نعم والزبور والزبور إلى آخره. و... نعم. طيب، إذا الإمام النووي رحمه والغسل الله وال بمناسبة هذا الحديث قال: أجمع العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب، إذا نعم استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، هذا للاستحباب. لماذا؟ التعليل هو في نفس الحديث، الحكم معلل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا هو الاحتياط. وهذه فائدة فقهية مهمة جدا، إن الاحتياط مستحب وليس واجبا. يعني أنا بحتاط نعم إن أنا احتمال ربما يكون يدي لمست نجاسة أو شيء، وهناك أثر يروى في هذا أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كذا، أنا يعني لماذا أغسل يدي؟ فقال: لا تدري، لعل يدك تمس. فالرواية تقول أنه استيقظ فوجد يده في موضع النجاسة، يعني فاحتياط، يعني في موضع العورة أو مشبه، فهذا على سبيل الاحتياط ليس أكثر. نعم. إنما إذا كان هناك نجاسة مولانا هذا حقيقية ايش متحققة فطبعا يجب، إذا علم يقينا بوجود نجاسة في يده فيجب طبعا أن تمام. مولانا مولانا فقط، هذا إجماع النووي رحمه الله يجمع على، يقول إجماع. إجماع، نعم، نقل النووي الإجماع على استحباب غسل اليدين بعد الإيه؟ بعد الاستيقاظ، لأن هذا الأمر لأن البعض، محمول على الاستحباب وليس للوجوب كما هو ظاهر الحديث، لأن البعض قد يفهم يقول لك ده ظاهر واجب، لأن البعض يراه واجبا. البعض، بس النووي نقل الإجماع، وذلك ارجع إلى شرح مسلم، النووي ستجد هذا إن شاء الله، أو المجموع. نعم. أو المجموع للشرح الإمام. إن شاء الله. النووي.
قال مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. أظن هذا تتم له، تتم أيضا إذا نام أحدكم مضطجعا، لأن هذا العبد الآخر تفضل. إذا نام أحدكم لا هو ده، هذا 37 كاملا هكذا. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. طبعا مفهوم من هذا الحديث، نعم، لماذا وجوبا لانتقاض وضوئه؟ لأن النوم ينقض الوضوء. طبعا المالكية يقولون إن الإغماء لا يستوجب إعادة الفوائد، كما مضى معنا نعم في أثر سابق عن أحد نعم الصحابة، فإنسان إذا عن أغمي عبد الله عليه بن عمر، خلاص رفع القلم عن ثلاث: النائم وليس المغمى عليه، المغمى عليه سقط عنه التكليف تماما ولا يعيد. إذا لم يقم في الوقت، يعني أغمي عليه لمدة مثلا وقتين أو ثلاثة أو خمسة أو يوم أو يومين، نعم لا يقضي، نعم انتهى هذا. نعم. طيب قال هنا: إذا نام أحدكم مضطجعا. هنا أيضا مضطجعا فيها فائدة. ليه؟ لأن النوم نعم مضطجعا هذا يسبب الإيه، ربما خروج الريح أو ما أشبه ذلك. وذلك في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، حديث يعني الدبر. فإذا نام نعم أحدكم فليتوضأ. نعم فالشافعية يقولون: إذا نمت نعم وأنت جالس لا بأس، مفيش مشكلة، مستغرق أو غير مستغرق. أما المالكية نعم فيقولون، لماذا الشافعية يقولون هذا؟ يقولون: لأنك وأنت جالس يستحيل أن يخرج منك ريح وأنت لا تشعر، فأنت تستطيع أن تتحكم وأنت جالس، إنما إذا نمت فلا تستطيع أن تتحكم. أما المالكية فماذا يقولون؟ قال لك: وهذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان ثقيلا ولو قصر لا انخف إلا وجوبا، إلا أن يطول فيستحب الوضوء، لأن العبرة عنده بصفة النوم لا النائم. ده عند الشافعية، عند المالكية عفوا الاعتبار بإيه؟ بصفة النوم، إن هو نائم مضطجعا. واضح؟ إنما الشافعي حتى مولانا حتى صفة النائم لا النوم. عند مالك صفة النوم، هو مولانا هل هو النوم مستغرق أم غير مستغرق؟ هذا عند نعم الإمام مالك، لابد النوم نعم موصوف بأن هو مستغرق ثقيل أم خفيف. خدت بالك؟ ثقيلا ولو قصر، لا إن نعم خف إلا، لا إن لأنه خف إلا أن يطول نعم ويستحب الوضوء. خدت بالك؟ إذا كان النوم خفيفا وطال شيئا فيستحب الوضوء، إنما إذا كان النوم ثقيلا سواء مدة قصيرة أو مدة طويلة، نام نام راح ما حسش بنفسه، فهذا يجب فيه الوضوء عند الإمام مالك، لأن الاعتبار عند الإمام مالك بصفة النوم لا النائم. إنما الشافعي خد كلمة نعم مضطجع عن ديت وقال لك لابد أن يكون نائما مستلقيا لا جالسا. واضح؟ صفة النائم لا النوم. جميل جدا نعم تعليق الإمام الزركاني. لأن عند المالكية يقدرون هناك النوم الثقيل والنوم الخفيف، نعم تمام، ويقدر حتى في النوم يعني النوم يعني الإنسان عندما يكون نائم جالسا فيقدرون ذلك بانحلال الحبوة أو مثلا بسقوط السبحة أو إلى غير ذلك، فإذا سقطت السبحة من يده مثلا أو انحلت حبوته فيقولون بأن هذا ثقيل، نعم فيوجبون يجبون عليه إعادة الوضوء. تمام. وحقيقة أستحضر هنا قصة وقرأتها لأحد المشايخ يعني في الأندلس، نعم فقال كنت آخذ بهذا أن الإنسان الذي ينام جالسا لا يعيد الوضوء، حتى كان قال لك بجانبي رجل نائما جالسا فخرج منه ريح، فقلت له يا فلان عد قم فتوضأ، فقال أنا لم أنم، أنا لم أضطجع حتى أعيد الوضوء.
قال لك من ذلك الوقت يعني ما بقيتش ناخذ بهذا القول تماما. وهي على كل يعني حال يعني ممكن تحمل على حالة خاصة أنه لم ينتبه. المهم يعني فاختلاف الفقهاء رحمة، على كل حال اختلاف الفقهاء رحمة في هذا. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، طبعا قراءتان وضبطت أيضا على الوجهين. نعم. ولكل توجيه، يعني باختصار شديد قراءة وأرجلكم قالوا خفضت للمجاورة، كما تقول العرب جحر ضب خرب. الخربان ليس الايه، ليس الضب، وانما الخرب هو الجحر، فخفضت خرب لمجاورة ضب، جحر ضب خرب. وقال البعض: علم الله ان اكثر عضو يستهلك الانسان فيه الماء هو الارجل، فقال وارجلكم، فهو غسل كالمسح، يعني غسل بعدم اكثار في الماء، لأن أكثر عضو يستهلك الماء هو الأرجل. وأيضا قال بعضهم هذا محمول على المسح، وهو قول الشيعة الإمامية الجعفرية، وأيضا قال به الإمام الطبري، وبعض أهل السنة قالوا به حقيقة، يعني بعض أهل السنة، ويوجد أحاديث صحيحة ثابتة فيه. وهذا من المختلف، يعني احنا بنقول يعني الأولى أن الإنسان يوافق جماهير الفقهاء قديما وحديثا ويغسل، ولكن ما ذهب به الإمام ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين ذهب إلى هذا القول، وهو المسح، اختاره أيضا بعض العلماء قبله، واتهم الإمام ابن جرير بالتشيع بسبب هذا الرأي. فنقول خروجا من الخلاف، يعني ينبغي أن يغسل الإيه، أن يغسل الإنسان. وأيضا تحمل قراءة أرجلكم على مسح الخفين، يعني مسح الإيه، مسح الرجلين وفوقهما الخفان أو الجوربان الصفيقان. نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقرأ وأرجلكم، خلاص يبقى معطوف على الإيه، معطوف على المغسول، وهو الوجوه والأيدي، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وفصل بينها بمسح الرأس، فقالوا وامسحوا برؤوسكم. لماذا قال الإمام الشافعي؟ للترتيب. الله. ففصل بين المنصوبات بمخفوض وهو الرأس، فصل بين المغسولات بالممسوح للترتيب كما قال الإمام الشافعي، وهو أيضا اختيار الحنابلة. أما المالكية والحنفية فقالوا لا يشترط الترتيب، الترتيب عند المالكية والحنفية ليس واجبا، يعني إذا خالفت في الترتيب لا بأس، يعني يستحب أن ترتب، أما إذا لم ترتب فلا بأس. أما الشافعية والحنابلة الترتيب واجب، إذا خالفت الترتيب يبطل الوضوء، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. نعم. عفوا، أنا بتكلم بسرعة عشان في موعد بعد دقائق معدودة، فنحاول إن احنا إيه، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. ثاني. قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. تمام. في تتمة أيضا تابعة للحديث كما عندي في النسخة الأخرى. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. إذا النواقض معدود محسوبة عند الإمام. ولا يتوضأ إلا معدود. نعم. حاضر. ولا يتوضأ إلا. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. فضل.
وقال يحيى قال مالكنا الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. تمام. طبعا هنا أيضا فائدة، الرعاف هو خروج الدم من الأنف، وعند المالكية لا يتوضأ من هذه الأشياء، لأن أيضا كما نعلم غزوة ذات الرقاع الصحابة سالت دماؤهم في الغزو وكانوا يصلون في جراحاتهم كما ثبت في الحديث الصحيح، ذلك سميت بغزوة إيه؟ غزوة ذات الرقاع. فإذا الأشياء التي تنقض الوضوء عند المالكية محسوبة جدا ومعدودة، الحمد لله. قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. بارك الله فيك. آخر حديث إن شاء الله معنا، وهو في باب الطهور، باب الطهور للوضوء. قال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تفضل. باب الطهور مولانا عندك الطهور ولا الطهور؟ الباب في النسخة الأولى ما ضبطهاش، لم يضبط قال بضم، لا لم يضبط. أنا عندي النسخة أنا عند الطهور لأنه يتكلم عن الماء. الطهور هي فعلا النسخة العظام الطهور. نعم تمام. نعم. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولا من ماء البحر؟ به. نعم نسخة أخرى. نعم تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تمام. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة نعم المغيرة عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم بارك الله فيكم. طبعا هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير والكثير والعشرات الفوائد جمعها العلماء، ومنهم من صنف فيه كتابا خاصا، وهو ان هذا الحديث اولا من فوائده ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجاب السائل باكثر
من سؤاله بأكثر مما يريد. هو ماذا طلب؟ هو طلب شيئا يعني واحدا فقط، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ممكن يقول نعم أم لا، سؤال يعني، سؤال نعم مغلق. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أم لا، إنما قال هو طهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه يعني طهور تشرب، طهور تغتسل، طهور تسقي به تمام تغسل به ملابسك، كل شيء طهور. لذلك وأنزلنا من السماء ماء طهور، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فهو طاهر في نفسه، تستعمله في أي شيء، مطهر لغيره. الحل ميتته زيادة كمان، هو بقى زيادة زاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، فهو يعطي السائلين بأكثر مما يريدون، عطاء المال وعطاء العلم أيضا، عملا بقول الله لأنه تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فلا تنهى. والنهي عن الشيء أمر بضده كما يقول الأصوليون. فهذا نعم لا تنهر، طب أعمل إيه؟ احسن، إحسان، إحسان، إحسان. ولهذا يزيده في العطاء، فيقول له الحل ميتته، يعني حتى لو فيه مثلا خرج منه حوت أو خرج منه أي شيء، كما يقول لعل الملكية يقولون هذا، كل ما أخرجه البحر ميتا يجوز أكله، سمك، حوت، إلا ثعبان البحر، أي شيء تمام، بس بشرط ما لم يتغير إيه رائحته أو كذا، يكون فهمت يعني، يكون إيه ميت ولكن لا يضر، مش ميت يعني يكون بقى ريحته خلاص معفن والعياذ بالله، لا يعني واضح، فهمت المقصود يا شيخ؟ ولهذا قال هنا، نعم قال: بل نعم محمول على الميت من دوابه المنسوبة إليه مما لا يعيش إلا فيه، وإن كان على غير صورة السمك ككلب وخنزير. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأئمة بالقبول، وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم، وغيرهم من عدة طرق، وصححه ابن خزيمة إلى آخره. قال: وسألت، إلى أن قال الترمذي: وسألت عنه البخاري فقال: حديث صحيح، والله أعلم. طبعا نعم هذه بعض فوائد هذا الحديث، هو الطهور ماؤه الإيه؟ الحل الحل ميت ميتته، الطهور بخلاف الطاهر، الطاهر هو الطاهر في ذاته فقط، هذا ماء نعم طاهر، يعني تستطيع ان انت تستعمله في الطبيخ، تستعمله في غسل الاواني، في انما العبادات والعادات، في العادات لا في العبادات، انما لا نعم تتطهر نعم به، لا تغتسل به ولا لا تتوضأ. نعم لا، بالنسبة للطهور، الطهور بالعادات والعبادات، الطهور الطهور طاهر في العادة والعبادة، انما الطاهر نعم طاهر في في نفسه فقط، العادات، طاهر في نفسه نعم فعادة، طبعا ممكن تستعمله تغسل به الأواني أو تطبخ به أو. نعم نعم هنا قال الإمام الزرقاني: قال: فالتطهير به حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول بأنه أراد عدم الإجزاء على وجه الكمال عنده، الحل يعني الحلال. وفي رواية الدارقطني عن جابر وأنس وابن عمرو ميتته، قال الرافعي ميتته، نعم نعم قال الرافعي: لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر، أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر. الله، شوف بقى وهذا من كرم حريص الكريم. كرم الرسول وحرصه على أمته. فعقب الجواب عن نعم سؤاله ببيان حكم الميت، وقال غيره: سأله عن مائه، فأجابه عن مائه وطعامه، لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء، فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهما. قال ابن العربي المالكي طبعا: وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سئل عنه، تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميت أشد. كلام جميل 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 جدا لما تقرأ الزرقاني. وانظر مولانا، نعم وانظر مولانا حتى إلى الجواب عن الماء، رفع الاشتباه في نفسه تماما، لم يترك له يعني تشابها ولا اشتباها في قلبه، نعم والله حيرة. هو الطهور ماؤه القصر، نعم بأن الماء يعني طاهر مطهر، يعني سبحان الله ماء البحر، نعم فلو أجاب بنعم لاختلف الأمر. نعم تماما تمام. وذلك هذا لا هذا من الحديث كما يقول العلماء، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أوتيت عليه الصلاة جوامع والسلام الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، كلمتين ونص، هو الطهور ماء نعم قلق قضي الأمر. لا
بارك الله، وهذا حسن الختام، يعني هذا يعني مسك الختام، نعم يعني نختم بهذا الحديث، وإن شاء الله نتواصل ونلتقي آخر. الأخ أبا أسامة نعم بارك الله يعني أخبرنا إذا إن أحببت شاء أن الله. تقرأ أو شيء، أخبرنا بحيث تأخذ وقتا لتقرأ. الأخ محجوب يقرأ مثلا ما تيسر وأنت تقرأ وهكذا، بحيث تستفيد أكثر معنا إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونلتقي على خير إن شاء إن الله. شاء الله، اللهم صل فيكم وسلم على بركة. سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته.